يلا بينا يا جماعة نأنبوكس من أجدد وأحسن البوكسات ليوجيو، اسمها Magnificent Mavens. فيها 70 كارد سليف بير بوكس، يعني فيها 70 كارد سليف اللي هو الكفر اللي بيحمي الكارت. Include 1 pack of 70 card sleeves، 70 in one of 6 new designs، أشكالهم مختلفة. Plus 4 باكات of ultra rare cards، 5 كاردز بير باك، فيها 4 باكات، كل باكه فيها 5 كروت والخمسه كلهم الترا رير. يا نهار ابيض. يلا بينا بقى يا جماعه نشوف ايه الاخبار. عندنا كام باكه؟ قلنا عندنا 4 باكات، هنفتح واحده مع الانبوكسنج ان شاء الله رب العالمين، والباقيين زي ما انتم عارفين بقى مع الناس وحظهم ونشوف ايه الاخبار. طيب تعال الانبوكس كده ونشوف ايه الاخبار. وبسم الله بسم الله. فرحني. طيب ادي السبعين سليف مبدئيا يا جماعه، شكلها تحفه. لا لازم نطلع واحده، استنوا يا جماعه لازم نطلع واحده من جوه ونشوف شكلها عامل ازاي، لانها بصراحه مش طبيعيه ما شاء الله شكلها. مبدئيا الخلفيه سودا ودي بتخلي الحاله حلوه جدا. ده بصوا يا جماعه زي كره الالترا رير بتلمع ازاي. واو ما شاء الله بصراحه، واو شكلها حلو جدا. طيب تعالى بقى كده نشوف ونعمل انبوكسنج. فبالتالي احنا قلنا فيه 4 باكات زي ما انتم شايفين اهو، 4 باكات جوه. هناخد اول واحده قلنا بيكون فيها 5 كروت والخمسه بيكونوا الترا رير. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا يا جماعه نفرح مع بعض شويه. طيب اول حاجه معانا جريف كيبرز تراب، وده تراب الترا رير زي ما انتم شايفين طبعا. هم الاربعه الترا رير، شوف بقى هيطلع لنا مين. ايس دراجون بريزن تراب تاني، وحش 2400، ده ايه ده بقى. سورد سول وحش 2400، 6 نجوم ما شاء الله. الرابع كارت فيوجن يا جماعه، الله على الجمال ده يا جماعه. بصوا كمان شكل الكارت عامل ازاي، الله عليك. طبعا المجموعه دي جديده فانا الوحوش ما اعرفهاش اصلا. واخر واحد بقى معانا سكاي سترايكر ايس، وده وحش 1500 القوه بتاعته واربع نجوم، الله عليك. طبعا انا لسه بكتشف معاكم الكروت، فلو حد منكم عارف الكروت يكتب لي في التعليقات يا جماعه بعد اذنكم، لو في حاجه من دول عظيمه وجامده يقول لي ايه الاخبار. اتمنى يكون الانبوكسنج عجبكم. تعالوا كده نبص بصه كده مع الكارت العظيم دوت بتاع الفيوجن، لما نحطه هنا كده هيبقى الشكل عامل ازاي. السلام على الشياكه، يا سلام. بصوا يا جماعه الخلفيه السوداء تخلي الكارت ليه هيبه مش طبيعيه، وظهر الكارت زي ما انتم شايفين عامل ازاي، تحفه بصراحه. اتمنى يكون الانبوكسنج عجبكم، وتعالوا بقى نشوف هنفتح الباكات دي على حظ مين زي ما اتفقنا. هنشوف خلاص وهنانبوكس المره الجايه، معرفش. تابعوا معانا ونعرف ان شاء الله. باي باي.